بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم، وان شاء الله السنة الجاية تكونوا حققتوا كل اللي انتم نفسكم فيه زي اليومين دول بإذن الله. تمام. طبعا احنا هنكمل المحاضرات بتاعتنا عادي، فاضل لنا كده محاضرتين وفاضل لنا المحاضرة مراجعة. تمام. والامتحان هيبقى بعد العيد ان شاء الله، بعد العيد على طول. طبعا هنتكلم عن مادة اسمها الأمن والسلامة بتاعتنا، ومادة إنشاءات اللي هي اختبار وخواص المواد. تمام. طبعا كالعادة احنا خدنا يجي 4 محاضرات أو 3 محاضرات، 4 محاضرات في الأول. تمام. هنكمل عليهم طبعا، وهنكمل لعند ما احنا موقفين. تمام. طبعا النهاردة في حاجة اسمها هنتكلم عن إنشاءات. هنتكلم المحاضرة ديت الأول عن الإنشاءات. الإنشاءات طبعا احنا واقفين عند ماء الخلط والمواد المضافة. تمام. ايه هي ماء الخلط، او ايه هي اصلا وظيفة ماء الخلط ديت؟ هي ماء الخلط دي اسمها mixing water and the admixtures. mixing water and the admixtures. تمام. طيب ايه هي وظيفة ماء الخلط؟ الماء الخلط دي بتعتبر هي احد العناصر الاساسية في الخرسانة. ماء الخلط دي بتعتبر حاجة أساسية في الخرسانة بتاعتها. طيب ماء الخلط اللي عندي دي ايه هي الوظائف بتاعتها، او ايه هي الدور اللي بتقوم بيه؟ انا عندي ماء الخلط دي بتعمل على حاجة اسمها إماهة الأسمنت. يعني ايه إماهة الأسمنت؟ يعني تفاعل الأسمنت. يعني ايه إماهة الأسمنت؟ يعني تفاعل الأسمنت. التفاعل بتاعه طبعا بيكون بين مكون من عجينة الأسمنت اللي بتعتبر مادة فعالة. دي بتعمل على ايه؟ بتعمل على تماسك حبيبات الركام. بتعمل على تماسك حبيبات الركام. يعني انا عندي وظيفة ماء الخلط ديت بتعمل على تفاعل الأسمنت. لما بيبدأ في تفاعل اكتر في الأسمنت بنحصل على حاجة اسمها تماسك حبيبات الركام. يعني ايه تماسك حبيبات الركام؟ يعني طبعا الركام بتاعي او الخلطة الاسمنتية بتاعتي او الزلط بتاعي بيعمل على التماسك، ما بيكونش مفكك، ما بيكونش متشقق، لا التماسك بتاعه بيكون صلب، بيكون قوي. تمام. ايه تاني؟ بتعمل على بلل الركام بحيث يمتصه، ليكون الالتصاق بينه وبين الاسمنت جيد. يعني بيعمل على بلل الركام، يعني بيمتص الماء اللي بين الاسمنت. تمام. طيب انا عندي طبعا الخليط دوت بيديني ايه؟ الخليط اللي من الركام دوت بيكون ناعم وخشن. الركام طبعا بيكون ناعم وخشن. عندي في ركام ناعم وفي ركام خشن اللي هو الزلط. عندي الأسمنت عموما عندي في الحالة دي بيكون ليه درجة مناسبة من الليونة. الأسمنت في الحالة دي لو عندي ركام ناعم وركام خشن، يعني زلط ناعم وزلط خشن، أو رمل ناعم أو رمل خشن في الخلطة الأسمنتية بتاعتي أو في المونة بتاعتي، الأسمنت في الحالة دي لازم يكون ليه درجة معينة أو درجة مناسبة من الليونة. الدرجة دي بتساعد على تشغيل وتشكيل الخرسانة، بتساعدني على تشغيل وتشكيل الخرسانة. تمام. دي بالنسبة لوظيفة ماء الخلط. تمام. طيب ده انا مش عايزاه. تمام. القطعة دي كلها انا مش عايزاها، الفقرة دي انا مش عايزاها خالص. اللي انا اقوله هو اللي انتم مطالبين بيه، يعني اللي انا اشرحه واللي انتم تسمعوه في الفيديو بإذن الله هو ده اللي انتم مطالبين بيه، وهو ده اللي هيجي في الامتحان بإذن الله. تمام. طيب انا عايز اعرف دلوقتي ايه هي خواص ماء الخلط. هي ماء الخلط دي يا باشمهندسه ليها خواص؟ ليها خواص. اه طبعا ليها خواص. طب ايه هي الخواص بتاعتها؟ الخواص بتاعتها طبعا بيقول لي ان الماء المستعمل، ماء الخلط ده اللي احنا هنستعمله في الخرسانه لازم يكون نظيف.
اهو لازم يكون نظيف. يعني انا عندي يجب ان يكون الماء المستعمل في انتاج الخرسانه نظيف، يبقى انا عندي اول حاجه من خواص ماء الخلط ان يكون نظيف خالي من مواد ضاره، يعني ما يكونش فيه اي مواد ضاره الماء بتاعتي اللي انا هضيفها للخلطه الخرسانيه بتاعتي، ما تكونش فيها اي مواد ضاره. اه طبعا. طب زي ايه؟ عندي زي الزيوت، عندي زي الاحماض، عندي زي المواد العضويه، عندي زي القلويات، الحاجات دي كلها مواد ضاره على الخلطه الاسمنتيه بتاعتي. ما ينفعش ان المواد دي تكون موجودة في الماء اللي أنا هستعملها أو في الماء اللي أنا هضيفها للخلطة الخرسانية اللي عندي. تمام. إيه تاني عندي؟ أنا عندي الماء اللي أنا هضيفها دي لازم تكون صالحة للشرب. يعني إيه تكون صالحة للشرب؟ يعني ما يكونش فيها لا طعم ولا لون ولا رائحة، يعني في من الآخر يعني الماء دي تكون مناسبة للخلطة الخرسانية اللي عندي، ما يكونش فيها أي مواد ضارة نهائيا في الأسمنت. تمام. دي بالنسبة لخواص ماء الخلط. طيب أنا عايزة أشوف دلوقتي إيه هي المواد المضافة. المواد المضافة اللي هي عندي اسمها زائد ميكستشرز، عندي اللي هي اسمها زائد ميكستشرز. طيب إيه هي تعريف المواد المضافة أو إيه هي المواد المضافة دي وإيه أنواعها؟ أنا عندي المواد المضافة دي هي مواد تضاف إلى ماء الخلط، مواد تضاف إلى ماء الخلط. يعني أنا عندي المواد دي بنضيفها للمية اللي احنا هنخلط بيها أو اللي احنا هنعمل بيها الخلطة الخرسانية بتاعتي. تمام. طب احنا هنعملها امتى؟ هنعملها قبل عملية الخلط أو أثناء عملية الخلط. يعني احنا ممكن نضيف المواد دي للماء اللي عندي قبل ما نعمل الخلطة الخرسانية بتاعتي، أو احنا بنعملها بنضيف المواد دي فيها. طيب ايه الهدف منها؟ الهدف من المواد ديت، الهدف من المواد دي الخرسانة بتديني خواص معينة مطلوبة، او ايه هي الخواص المعينة المطلوبة اللي احنا عايزينها دي او هدفها ايه؟ بتديني تعجيل او ابطاء من زمن الشك، بتديني تعجيل او ابطاء من زمن الشك. يا اما المواد دي بتعجل لي او بتسرع لي زمن الشك في الخلطه الخرسانيه او في المونه الاسمنتيه بتاعتي، او بتبطئ لي زمن الشك ده حسب المواد المضافه اللي انا ضايفها عندي لماء الخلط. طيب ايه تاني عندي؟ طبعا غرض تاني بغرض تحسين التشغيل او المقاومه او الحصول على خرسانه غير منفذه للماء. يعني بتحسين لي تشغيل الخرسانه اللي عندي، بتعمل على تحسين وتشغيل الخرسانه. تمام. طيب انا عايز اعرف دلوقتي ايه هي انواع المواد المضافه. انا عندي اهم انواع المواد المضافه في صناعه الخرسانه اضافه لتحسين، في حاجه اسمها اضافات لتحسين قابليه التشغيل. يعني ايه اضافات لتحسين قابليه التشغيل؟ انا عندي مواد لما باجي بضيفها بتحسن لي تشغيل الخرسانه اللي عندي، او بتحسن لي تشغيل الخلطه الخرسانيه اللي عندي. يعني من الاخر هي بتبقى اضافات لتحسين قابليه التشغيل. المواد المضافة اللي أنا هضيفها لصناعة الخرسانة ديت بتحسن لي تشغيل الخرسانة بتاعتي. يعني معنى كده بيقول لي إن كلما قلت كمية الماء، إذا قلت كمية الماء قابلية التشغيل بتاعتي بتاعت الخرسانة بتنخفض بتقل. طيب معنى كده إن الخلطة الخرسانية أو صب الخرسانة بتاعتي هيبقى صعب. طيب ما هو انا قايلها برضو كده، احنا مش بنتكلم وخلاص او مش بنشرح وخلاص. لو اي حد فيكم بيشتغل طبعا هيعرف الكلام ده صحيح. انا عندي بيقولك ان قلت، اذا قلت كمية الماء، لو كمية الماء اللي عندي دي قلت، كمية الماء المضافة للخلطة الخرسانية قليلة، تمام، قابلية التشغيل أو تشغيل الخرسانة بتاعي ذات نفسه نسبة التشغيل بتاعتي هتنخفض. طب لما تنخفض وتقل، بالتالي الخلطة الخرسانية أو صب الخرسانة بتاعي هيبقى صعب. تمام. طيب لو ضفنا ماء، لو ضفنا، معنى كده ان احنا لو ضفنا ماء او زودنا ماء، العكس بقى، هتتحسن معايا قابلية تشغيل الخرسانة. تمام. هتتحسن معايا قابلية تشغيل الخرسانة لتحقيق مقاومة مرتفعة. طبعا انا عندي المقاومة بتاعتي هتقل، مقاومة الخرسانة هتقل لو كمية الماء عندي بقت قليلة. لو ضفنا عندي ماء
او زودنا ماء، بالتالي عندي قابلية التشغيل للخرسانة هتتحسن، مش هتبقى منخفضة، لا هتبقى مرتفعة. المقاومة بتاعتها هتبقى مرتفعة طبعا، لان التشغيل بتاعها جيد جدا، وتشغيل الخرسانة بتاعتي بقت في تحسن. تمام. طيب، في حاجة اسمها عندي مواد مضافة لخفض نسبة الماء في الخلطة، دي بالنسبة طبعا لأنواع المواد المضافة. أنا عندي أنواع المواد المضافة كتير، أنا عندي في إضافات لتحسين قابلية التشغيل اللي احنا قلناها، إضافات بنضيفها للخلطة الخرسانية بتاعتي عشان تحسين لي قابلية التشغيل، وعندي في مواد مضافة تانية بتخفض نسبة الماء في الخلطة، بتخفض لي نسبة الماء في الخلطة. طب ايه هي المواد دي؟ المواد دي بتمكنني من حصول على خرسانة ذات قوام معين، المواد دي هي اللي بتديني قوام معين للخرسانة اللي بتبقى معايا، يعني القوام بتاعها متفكك، قوي، متصلب، في تشوهات، قوي، صلب، حاجات دي كلها. عندي المواد المضافة بتمكن لي طبعا، المواد المضافة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي بتخفض لي نسبة الماء في الخلطة، دي بتخليني احصل على خرسانة ذات قوام معين بكمية من ماء الخلطة اقل من الكميات اللازمة في الحالات العادية. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم برضه. يعني المواد المضافة دي بتديلي قوام معين، نسبة معينة من كمية الماء أقل من اللازم. يعني بمعنى أصح، بدون استخدام المواد دي اللي أنا هضيفها للماء هيؤدي إلى تحسين مقاومة الخرسانة، هيؤدي إلى تحسين مقاومة الخرسانة. يعني أنا لو أنا ما ضفتش المواد دي اللي احنا بنتكلم عليها، عشان هو قالك دلوقتي بدون استخدام هذه المواد يؤدي إلى تحسين مقاومة الخرسانة، يعني أنا بالبلدي كده، يعني أنا لو ما ضفتش المواد دي للخرسانة اللي عندي أو للماء اللي عندي هتؤدي إلى تحسين مقاومة الخرسانة، يعني الخرسانة بتاعتي هتبقى جيدة وهتشتغل بسرعة، التفعيل بتاعها هيكون كويس جدا وهيكون سريع. طيب، تالت حاجة معايا من المواد المضافة برضو أنواعها، في إضافات لتبطيء زمن الشك، في إضافات أنا بضيفها للخرسانة بتاعتي عشان بتبطئ لي زمن شك الخلطة الخرسانية. طيب، المواد دي أنا بضيفها أو هي بتعمل على تأخير زمن الشك طبعا للخرسانة، بتأخر لي أو بتبطئ لي سرعة زمن الشك للخرسانة بتاعتي، يعني بتبطئها لي شوية، بدل ما هي بتبقى سريعة لا أنا بخليها بطيئة جدا. طيب، بتستعمل إمتى؟ بتستعمل عندي عند صب الخرسانة في الأجواء الحارة، في الجو الحر. يعني الإضافات دي أنا بستعملها عندي لما باجي بصب الخرسانة بتاعتي والجو عندي حار. تمام. طيب، وامتى تاني؟ عندما يكون الشك الابتدائي سريع، او عندما يكون الشك الابتدائي للاسمنت عندي سريع، يعني انا عندي زمن الشك اللي عندي زمن الشك الابتدائي اللي عندي للاسمنت سريع، هنضيف المواد دي عشان خاطر تعمل لي عملية تبطيء لزمن الشك. برضو بستعملها امتى تاني؟ بستعملها عندما يكون زمن الشك العادي للاسمنت غير كافي، يعني هو بالبلدي كده قليل جدا، زمن الشكل الاسمنت اللي عندي قليل مش مكفيني عشان خاطر اقوم بالاعمال المطلوبه اللي عندي. ابتداء من الخلط الى مرحله صب الخرسانه، طبعا لما باجي بجيب الخلطه الاسمنتيه بتاعتي وبقعد اعملها او بقعد اشتغل فيها كتير لحد بضيف المواد دي لحد ما ابتدي في مرحله صب الخرسانه. تمام. طيب، المواد دي بيشترط فيها ايه او شروطها ايه؟ المواد دي طبعا بيشترط ان يكون زمن الشك في الخرسانة بعد ساعة على الاقل، زمن الشك اللي عندي بيكون في الخرسانة بعد ساعة. يبقى تاني، المواد دي شروطها اللي هي المواد اللي بتبطئ لي من زمن الشك الخرسانة، بنبدأ من زمن الشك دي بعد ساعة على الاقل، وبحد اقصى 3 ساعات ونص. يعني انا دلوقتي زمن الشك في الخرسانه اللي عندي لازم ابداه بعد ساعه او بعد 3 ساعات ونص حد اقصى. تمام.
تاني شرط عندي ألا يكون زمن الشك النهائي بعد أكثر من 3 ساعات ونص، ما يكونش زمن الشك النهائي اللي عندي بعد أكثر من 3 ساعات ونص من زمن الشك. تمام. طيب ايه تاني؟ عندي ألا تقل مقاومة الخرسانة للضغط عن 90% من مقاومتها المقارنة. ما ينفعش ان مقاومة الخرسانة اللي بتاعتي تقل عن مقاومة الضغط بتاع 90%. تمام. عندي رابع حاجة من أنواع المواد المضافة، في حاجة اسمها إضافات لتعجيل الشك والتسلط. إضافات لتعجيل الشك والتسلط، يعني المواد دي أنا بضيفها عشان خاطر تعمل لي عملية تعجيل وتسريع في الشك، في زمن الشك اللي عندي، في شكل الخرسانة أو شكل الخلطة الخرسانية اللي عندي، عشان تديني عملية تسلط وعملية تصلب بشكل سريع. طيب المواد المضافة دي بزمن للإسراف بزمن الشك عندي بتستخدم في المواد المضافة اللي أنا بضيفها، بنستخدمها فين؟ بنستخدمها في الأجواء الباردة، يعني في الجو البارد. ليه؟ عشان تعمل لي عملية إزالة تأثير إبطاء الشك في درجات الحرارة، عشان لو في أي تأثير في إبطاء شك في درجات الحرارة تزيلهولي نهائي، ما يكونش في حاجة إن هي ممكن تعمل لي عملية بطء في الشك الخرسانة، في شك الخرسانة اللي عندي، أو عملية بطء في زمن الشك الخرسانة اللي عندي. لا، لازم إن أنا أستخدمها في الأجواء الباردة، لأن الأجواء الحارة بتعمل عملية تبطيء، أو بتعمل عملية بطء في زمن الشك، واتكلمنا عليها فوق. تمام. اتكلمنا عليها قبل كده، يعني معنى كده ان احنا بنستخدمها في الاجواء البارده عشان خاطر لو في اي تاثير لابطاء الشك تزيلهولي نهائي. تمام. عشان بيترتب عليه اثار ضاره. بتساعد على ايه كمان؟ الاضافات دي بتساعد على التسلط، الحصول على مقاومه مبكره عاليه. يعني الاضافات دي بتساعدني ان انا احصل، او ان انا اشوف، او ان انا اشوف او احصل على مقاومة عالية طبعا لتعجيل الشك والتسلط. بنستخدمها فين؟ بنستخدمها عندي في استخدام المنشآت الكبيرة طبعا، او في تقليل فترة معالجة الخرسانة. انا لو انا عايز لو انا بعالج عندي الخرسانة، بصلح فيها شوية حاجات، وعايز الفترة بتاعتي تبقى قليلة، انا بستخدم المواد دي عشان خاطر هي اللي بتعجل لي، او هي اللي بتسرع لي عملية الشك للمعالجة الخرسانة اللي انا عايزة اعملها. يعني بدل ما الفترة عندي تبقى كتيرة، لا، الفترة عندي هتبقى قليلة. تمام. طيب خامس نوع عندي من انواع الاضافات، في حاجة اسمها اضافات الهواء المحبوس. في حاجة اسمها عندي إضافات الهواء المحبوس. طيب إيه هي إضافات الهواء المحبوس دي؟ بيقولك هي مواد تضاف للمونة أو الخرسانة. المواد دي بتضاف للمونة الأسمنتية اللي عندي، أو الخلطة الخرسانية اللي عندي. طبعا أثناء خلطها بتسبب إدخال هواء محبوس في شكل فقاعات صغيرة. يعني إيه؟ يعني أثناء ما بخلط الخلطة اللي عندي، الخلطة الخرسانية، بتسبب لي إدخال هواء محبوس. يعني الهواء المحبوس ده بيتشكل عندي على شكل او على هيئة شكل فقاعات صغيرة. تمام. طبعا بتحسن لي كثير من خواص الخرسانة الطازجة والمتسلطة باستخدام المواد الإضافية دي. بتعمل على تحسين خواص الخرسانة الطازجة باستخدام مواد إضافية جديدة. تمام. طيب في سادس نوع عندي من إضافات الماء، في حاجة اسمها عندي إضافات منع نفاذية الماء. يعني معنى أصح إن الإضافات دي بتمنع عندي نفاذية الماء، أو بتمنع نسبيا نفاذ الماء، يعني أو تسرب الماء بالبلدي يعني كده. الإضافات دي لما باجي أشكلها في الخرسانة، أو لما باجي أضيفها في الخلطة الخرسانية اللي عندي، بتمنع كمية تسرب الماء اللي هي ممكن تحصل عندي في أي وقت داخل الكتل الخرسانية اللي عندي. تمام. يبقى الإضافات دي أنواع كتير جدا، في إضافات للهواء المحبوس، في إضافات بتبطئ لي زمن الشك عندي، في إضافات بتسرع لي أو بتعجل لي زمن الشك اللي عندي، وفي إضافات منع نفاذية الماء إلى آخره. في حاجات كتير جدا من إضافات المواد دي. أنا عندي طبعا الحاجة اللي أنا بتكلم عنها دلوقتي، أو المواد اللي أنا بتكلم عنها دلوقتي، إضافات منع نفاذية الماء، اللي هي الإضافات دي بتمنع عندي تسرب نفاذية الماء داخل الكتل الخرسانية اللي عندي.
طيب دي بتنقسم لقسمين، ايه هي المواد اللي بتنقسم فيها؟ في حاجة اسمها اضافات طاردة للماء، الغرض منها الاضافات الطاردة دي الغرض منها منع الخرسانة من امتصاص ماء المطر او المياه السطحية الملامسة. الغرض من الاضافات دي اهي الاضافات الطارده للماء، الغرض منها منع الخرسانه من امتصاص ماء المطر. الخرسانه دي بتمنع ان هي تمتص ماء المطر، يعني لو الدنيا بتمطر عندي السطح بتاعي والمطره شديده جدا، السطح بتاعي هيمنع او الخرسانه بتاعتي اللي هي فوق السطح هتمنع امتصاص ماء المطر، يعني مش هتشرب ماء المطر دي، لان في مواد مضافه انا ضايفها عندي للسطح نفسه او للخلطه الخرسانيه اللي انا عاملها للسطح نفسه. المواد دي بتمنع من امتصاص ماء المطر فيها. طيب ده نوع. النوع التاني او القسم التاني المواد المالئه للفراغات. يعني ايه المواد المالئه للفراغات؟ يعني المواد دي بتتضمن افعال تفعيل كيميائي. ايه هو التفعيل الكيميائي؟ يعني بيكون داخله تفعيل كيميائي، بيكون داخله تفعيل كيميائي زي ايه؟ زي سلكيات البوتاسيوم، زي سلكيات الصوديوم، سلكيات البوتاسيوم او سلكيات الصوديوم. تاني، مواد مالئة للفراغات، المواد دي بتتضمن تفعيل كيميائي. التفعيل الكيميائي ده معنى كده ان هو بيبقى فيه تفعيل كيميائي. زي طب زي ايه؟ زي سلكيات البوتاسيوم او سلكيات الصوديوم، حاجات كتير جدا. طب بيكون تفاعلها مع الاسمنت جيلاتين. يعني ايه جيلاتين؟ مرن كويس حلو. يملأ الفراغات داخل الخرسانة، بيملأ الفراغات دي، المواد دي بتملأ الفراغات اللي فيها داخل الخرسانة. الفراغات دي ما بيبقاش فيه فراغات نهائي طول ما المواد دي موجودة، لأن المواد دي بتبقى متفعلة كيميائي، يعني بإما من سلكيات بوتاسيوم أو بإما من سلكيات صوديوم وهكذا بقى، من المواد أو من المواد الكيميائية اللي احنا لسه بنتكلم عنها دلوقتي. يعني المواد دي اللي أنا بضيفها في الفراغات اللي عندي داخل الخرسانة، يعني إيه؟ بدل ما الفراغات دي تبقى مفتوحة، لا أنا بضيفها، الفراغات دي بتكون مقفولة نهائي. تمام؟ يعني بمعنى أصح بتسدلي الفراغات اللي بتبقى موجودة عندي. تمام؟ بتسد الفراغات اللي بتبقى موجودة عندي، أو بمعنى أو يعني بقدر الإمكان بتقلل من حجمها شوية. تمام؟ طيب سابع نوع عندي مواد مضافة أخرى. إيه هي المواد المضافة الأخرى ديت؟ أنا عندي مواد كتير جدا بنضيفها للخلطة الخرسانية اللي عندي، عشان كده أنا قلت لكم أنواع المواد المضافة كتير جدا، ودي نبذة مختصرة اللي أنا شرحته ده نبذة مختصرة عن المواد اللي إحنا بنضيفها للخلطة الخرسانية اللي عندي. مش ده بس، لا ده في حاجات كتير جدا 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 مليانة، لا المواد دي مليانة جدا. تمام؟ طيب المواد المضافة الأخرى دي مواد، في حاجة اسمها المواد البذولانية. ايه المواد البذولانية دي؟ دي مادة برضو بنضيفها للخلطة الخرسانية اللي عندي. في حاجة اسمها عندي الرماد المتطاير، الرماد المتطاير دي مادة برضو بنضيفها للخلطة الخرسانية. في اضافات مولدة للغازات، في اضافات بتساعد على ضخ الخرسانة اللي عندي. في حاجة اسمها السيليكا، السيليكا ديت برضو دي مادة بنضيفها للخلطة الخرسانية. في حاجة اسمها عندي خضوب التلوين، في إضافات بتساعدلي على تماسك الخرسانة، في عندي إضافات بتساعدلي برضو على تسريع أو تعجيل الخرسانة، في حاجة اسمها عندي إضافات بتقللي من زمن الشك الابتدائي أو زمن الشك النهائي للخرسانة. في حاجات كتير جداً احنا يعني مش مذكورة هنا، بس في آلاف الملايين، في حاجات كتير جدا من المواد المضافة. تمام؟ طبعا احنا طبعا دلوقتي خلصنا المواد المضافة للخلطة الخرسانية اللي عندي، هنتكلم بقى دلوقتي عن الخرسانة. تمام؟ ايه هي الخرسانة؟ الخرسانة عندي خليط بنسب معينة من الاسمنت والماء والركام الناعم او الخشن. يعني الخرسانة اللي عندي بتبقى خليط ما بين ايه؟ خليط من الاسمنت او الماء والرمل والزلط، او الزلط طبعا بيبقى عندي ركام ناعم وركام خشن. طبعا ده كله بنسب معينة، مش بنحط كده اللي هو بأي نسب وخلاص يلا خلص نفسها، لا ده كله بنحط بنسب معينة للخلطة الخرسانية اللي عندي اللي احنا هنصب بيها. تمام؟ طيب
بيقول لك ان احنا ممكن نضيف للخلطة الخرسانية دي مواد بمضافة لتحسين بعض خواص الخرسانة الطازجة والمتصلدة. يعني بمعنى اصح ان احنا دلوقتي ممكن نضيف خليط مناسب جدا بس بنسب بسيطة لمواد المضافة، مواد مضافة دي احنا بنضيفها للخلطة الخرسانية بغرض ان هي تحسن لي خواص الخرسانة. يعني هتحسنها لي، ممكن تبقى متصلدة او قوية، ممكن التعجيل بتاعها او زمن الشكل الابتدائي او النهائي بتاعها يكون سريع ما يكونش بطيء. في كلا الحالتين هي هتحسنها لي كويس جدا. تمام. طيب انا عايز اعرف دلوقتي، في عدة طرق لتصميم الخلطات الخرسانية اللي عندي، بهدف ايه؟ بهدف ان هي ممكن تحدد لي نسب المواد المكونة للخلطة الخرسانية عشان نوصل لخواص جيدة ومقبولة جدا للخرسانة. طيب ايه هي الخواص دي؟ خواص الخرسانة الطازجة بقى اللي احنا لسه بنتكلم عنها دلوقتي. خواص الخرسانة الطازجة دي انا عندي في حاجة اسمها قوام خرساني. ايه هو القوام الخرساني ده؟ القوام الخرساني ده بيبقى عندي درجة التبلل بتاعه بيبقى فيه درجات، السيولة النسبية بتاعته للخرسانة بتبين لي النسبة ما بين كمية ماء الخلط وكمية المواد الجافة بالخرسانة. يعني قوام الخرسانة ده هو اللي بيبين لي النسبة المعينة اللي أنا هستخدمها ما بين كمية ماء الخلط وكمية المواد الجافة بالخرسانة. تمام. طيب تاني، قوام الخرسانة ده، القوام الخرساني دوت اللي هو بيبين لي النسبة ما بين كمية ماء الخلط وكمية المواد الجافة بالخرسانة. طيب قوام الخرسانة ده أو القوام الخرساني هو عندي بإحدى بيجي باختبارات كتير جدا، منها في حاجة اسمها عندي اختبار الهبوط اللي هو اسمه سلامب تيست. تمام. اختبار الهبوط ده أول اختبار عندي للخرسانة عشان خاطر بنختبره، هو اسمه سلامب تيست. تمام. في تاني حاجة اسمها عندي اختبار الانسياب اسمه فلو تيست. اختبار الانسياب ده للخرسانة برضو احنا بنعمله اسمه فلو تيست. تمام. في حاجة اسمها عندي اختبار كرة الاختراق اللي هو اسمه بول بنتريشن تيست. تمام. طيب نخلينا في أول حاجة الأول، اختبار الهبوط ده اللي عندي اللي هو اسمه سلامب تيست. الغرض من الاختبار ده ايه؟ الغرض من الاختبار ده بيحدد لي قوام الخلطة الخرسانية اللي عندي، بيحدد لي قوام الخلطة الخرسانية اللي عندي. يعني ايه؟ يعني بيعين لي الهبوط، مدى الهبوط بتاعها على شكل ايه؟ على شكل مخروط، على شكل دائري، ايه هو الشكل اللي عندي اللي هو بنعمل فيه الخلطة الخرسانية اللي عندي. تمام. طبعا بنستخدم الاختبار ده بشكل كبير جدا في المعامل وفي المواقع، وبيوجد عندي بأشكال مختلفة، بيتحدد تقريبا عندي بثلاث أشكال مختلفة. في عندي حاجة اسمها هبوط حقيقي، وفي حاجة اسمها عندي هبوط قص أو هبوط انهيار. تمام. أنا عندي طبعا في جدول هنا هو بيوضح لكم درجة الهبوط أو درجة قوام الخرسانة بتاعتي، الكمية اللي بتنقاس للهبوط يعني عموما لقوام الخرسانة. في عندي الهبوط اهوت، الهبوط عندي النسبة بتاعته بتبقى من 0 لـ20، قوام الخرسانة بتاعته بيبقى جاف دراي. تمام. قوام الخرسانة بتاعه بيبقى جاف دراي. تمام. طيب الهبوط اللي عندي لما بيبقى الدرجة بتاعته من 10 لـ40، القوام الخرساني بتاعه بيبقى ايه؟ بيبقى صلب. بيبقى صلب من 10 لـ40، ده بيبقى صلب. تمام. طب لما بيبقى عندي درجة الهبوط من 30 لـ120 بيبقى لدن. يعني ايه بيبقى لدن؟ يعني بيبقى هو يعني بطيء شوية. تمام. متماسك، يعني مش متماسك،
التمازج بتاعه ما بيكونش قوي شوية، تمام. الهبوط بتاعه طبعا هبوط الهبوط القيمة لدرجة الخرسانة من 100 ل 200. طيب القوام الخرساني، القوام الخرساني بتاعه، القوام الخرساني بتاعه بيبقى مبتل، تمام. طب الهبوط، درجة الهبوط بتاعتي لو كانت من 180 ل 220 ده بيبقى رخو. يعني ايه بيبقى رخو؟ بطيء جدا جدا جدا، تمام. طيب نيجي بقى لتاني اختبار عندي، اختبار الانسياب اللي هو اسمه فلو تيست. الاختبار دوت بيتعين بيعين او بيتم تعيين النسبة المئوية لانسياب الخرسان او الانسياب الخرسانة اللي عندي. يبقى اختبار الانسياب ده ليه نسبة مئوية لانسياب درجة الخرسانة، تمام. بيبقى على شكل مخروط طبعا ناقص من الخرسانة، بيبقى على لوح على لوح معدني، تمام، كنسبة مئوية من القطر الأصلي لقاعدة المخروط. طيب درجة اختبار أو اختبار الانسياب ده بيكون اختبار معملي. الاختبار الانسياب ده بيكون اختبار معملي بس في معظم الحالات، مش في كل الحالات بتاعته، تمام. طب تعالوا ما نشوف بقى النسبة للنسب المئوية لدرجات الانسياب كده. انا عندي النسبة المئوية لدرجات الانسياب لو كانت من 0 ل 20 القوام الخرساني بتاعه بيبقى جاف، تمام. طيب درجة الانسياب بتاعتي لو كانت من 15 ل 60 القوام الخرساني بتاعه بيبقى صلب، تمام. طيب الانسياب عندي درجته لو كانت من 50 ل 100 القوام الخرساني بتاعه بيبقى لدن، تمام. طيب لو القوام الخرساني بتاعي، لو درجة الانسياب بتاعتي من 90 ل 120 يبقى مبتل. الدرجات عندي مختلفة ما بين اختبار والتاني، تمام، عشان لو جيت مش هتلاقي، لو جيت تقارن ما بين الجدول ده والجدول اللي فوق هتلاقي ان الارقام مختلفة نهائي في درجات الانسياب والهبوط، تمام. انا عندي درجة الانسياب بتاعتي لو من 110 ل 150 رخو، تمام. طيب انا عندي الجهاز ده، اصلا الجهاز ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من ثقل على شكل نصف كرة، يعني نصف قطرها عموما 15 سنتيمتر. الوزن بتاعها بيتراوح من 13.6 كيلو جرام، تمام. ده بالنسبة للاختبار الانسياب. طب ما نشوف كده اختبار كرة الاختراق. مقدار الاختراق داخل الخرسانة دوت بيعبر لي او بيقدر لي قوام الخلطة الخرسانية بتاعتي. طب تعالوا ما نشوف كده الاختراق عندي في الجدول هنا. درجة الاختراق عندي لو كانت من 0 ل 20 قوام الخرساني بتاعه هيبقى جاف، تمام. طب لو درجة الاختراق عندي من 20 ل 40 قوام الخرساني بتاعه هيبقى صلب. طب لو درجة الاختراق بتاعتي من 40 ل 80 لدن، وهكذا. لو من 80 ل 100 مبتل، لو من 100 ل 120 قوام الخرسانة بتاعي هيبقى رخو، تمام. طيب تعالوا ما نشوف بقى كده قابلية التشغيل، اللي اسمها عندي work ability، تمام. قابلية التشغيل دي بيقولك هي خاصية طازجة للخرسانة، بتبين لي السهولة اللي هي بتمكن بها الصب ومناولة الخلطة الخرسانية اللي عندي. طيب بتبين لي برضو درجة تجانسها ومقاومتها للانفصال الحبيبي. طيب تاني يبقى قابلية التشغيل دي هي خاصية أساسية في الخرسانة الطازجة اللي عندي. يعني عشان ليه انا قلت خرسانه طازجه؟ الخرسانه الطازجه اللي عندي اللي هي دايما بتكون متصلده. يعني ايه بتكون متصلده؟ يعني بتكون قويه، فيها درجه من الصلب، من الصلابه، تمام. بتستحمل عموما، يعني بتكون متماسكه مع بعضها البعض. دي بتبين لي السهوله التي يمكن بها صب ومناوله الخلطه الخرسانيه بتاعتي. طيب احنا عايزين نشوف بقى تقاس خاصية القابلية للتشغيل الخرسانة بالاختبارات التالية. بنقيسها بإيه؟ في حاجة اسمها عندي اختبار عامل الدمج. اختبار عامل الدمج، الاختبار ده مبني على أساس إن الجهد اللازم لدمج الخرسانة، الاختبار ده عموما اسمه اختبار عامل الدمج، تمام. اسمه الاختبار ده اسمه
كومباكتنج فاكتور تيست، اسمه كومباكتنج فاكتور تيست. يبقى اختبار عامل الدمج ده اسمه ايه؟ كومباكتنج فاكتور تيست. طب الاختبار ده مبني على اساس ايه؟ ان الجهد اللازم لدمج الخرسانه بتاعتي او لدمج الخرسانه بتاعي بيعبر عن قابليه القابليه للتشغيل، او بيعبر لي عن مدى القابليه للتشغيل. بيستنتج منه علاقات كتير جدا ومعامل الدمج لعلاقات كتير جدا. منها في قانون عندي معامل الدمج بيقول لي وزن الخرسانة المدموج جزئي على وزن الخرسانة المدموج كلي. ده قانون طبعا احنا بنستخدمه في اختبارات الخرسانة اللي عندي، تمام؟ طيب الاختبار ده بيعد عامل الدمج دوت معملي. الاختبار ده معملي. طيب يعني ايه معملي؟ يعني غير مناسب بالمرة لموقع العمل، تمام؟ طيب بنستخدم الطريقة دي عشان خاطر نقيس قابلية التشغيل لجميع الخلاطات الخرسانية اللي عندي. بنستخدم المعمل دوت او بنستخدم الطريقة ديت عشان خاطر نقيس او لقياس قابلية التشغيل لعمليات او لجميع الخلاطات الخرسانية. طبعا مش لجميع الخلاطات الخرسانية كلها، لا، عندي ما عدا الخلاطات المنخفضة لقابلية التشغيل والخلاطات الخشنة. ما ينفعش ان انا اعمل الاختبار ده، اختبار عامل الدمج ده، لخلاطات خشنة وخلاطات منخفضة قابلية التشغيل، يعني الورك ابيليتي بتاعها مش الجهد بتاعه مش كبير، تمام؟ في حاجة اسمها عندي اختبار فيبي. يعني ايه اختبار فيبي؟ اللي هو اسمه فيب تيست. الاختبار ده بيعدل لي الاختبار اعادة التشكيل الخرسانة. الاختبار ده بيعمل لي على تعديل اختبار تشكيل الخرسانة، تمام؟ طيب ده بيتم تعديله، يعني احنا بنعمل ايه في الاختبار الفيب دوت او البيبي دوت؟ الاختبار دوت بيتم تعديله لاختبار اعادة تشكيل الخرسانة اللي عندي. طيب تاني حاجة عندي محتويات الفراغات الهوائية، لو اسمه air contact، لو اسمه عندي air content. طيب الاير كونتنت دوت او المحتويات الفراغات الهوائيه اللي عندي بتؤثر نسبه الفراغات في الخرسانه الطازجه. الفراغات الهوائيه دي او المحتوى نفسه بتاع الفراغات ده بيأثر في الخرسانه الطازجه، يعني بيأثر في الخرسانه المتصلده اللي عندي بعد دمجها على خواص الخرسانه. طب كلما معنى كده ان كلما زادت الفراغات اللي في الخرسانه زاد تسرب المياه وضعفت مقاومه الضغط بتاعتي. طبعا الطبيعي ان الخرسانه بتاعتي لما بيزيد الفراغات اللي فيها هيزيد تسرب المياه. كل ما بيكون فيها فراغات كتير جدا كل ما بيزيد تسرب المياه اللي عندي، بالتالي هتضعف مقاومة الضغط الخرسانة اللي عندي. يعني مقاومة الضغط اللي في الخرسانة اللي عندي اللي هي بتحمله أصلا الخرسانة بتعملها هتضعف، هتقل، هتنخفض، تمام؟ طيب عشان كده احنا بنستخدم جهاز لقياس نسبة الهواء عن طريق الضغط، تمام؟ عشان كده احنا بنستخدم جهاز عشان خاطر نقيس نسبة الهواء عن طريق الضغط بتبقى قد ايه، عشان نشوف الضغط المقاومة بتاعتي للضغط ضعفت ولا مرتفعة ولا منخفضة ولا زي ما هي ولا ايه بالظبط، تمام؟ طيب في حاجة اسمها عندي نزوح الماء والنطج. النزوح الماء والنطج دي اللي هي اسمها بيلدينج. طيب الماء عندي يميل الماء في الخلطات الخرسانية الى الارتفاع على السطح. الماء عندي يعني ايه نزوح الماء او النطج دي؟ عندي نزوح الماء يعني نزوح يعني بتميل. الماء عندي في الخلطات الخرسانية بتميل للارتفاع. بيحدث نتيجة عن هذا أو بيحدث هذا عن نتيجة عدم قدرة مواد الخرسانة. عدم قدرة مواد، يعني المواد الخرسانية اللي عندي فيها عدم قدرة على الحفاظ على ماء الخلط المنتشر خلال الخرسانة. طيب نتيجة ذلك بيصبح الجزء الأعلى من الكتل الخرسانية أكثر رطوبة. طبعا أنا عندي لما بيحصل عندي عدم قدرة مواد خرسانة على الحفاظ أو عدم الحفاظ على ماء الخلط،
في الخرسانة اللي عندي، بالتالي هيحصل أو نتيجة لذلك هيصبح الجزء الأعلى من الكتلة الخرسانية، الجزء الأعلى من الكتلة الخرسانية هيبقى أكثر رطوبة. تمام، هيبقى أكثر رطوبة. طيب طبعا هيجعله أكثر مسامية وضعف. تمام، طيب في حاجة اسمها عندي الانفصال الحبيبي. ايه هو الانفصال الحبيبي دوت؟ الانفصال الحبيبي ده بيقول لك هو انفصال ما بين الحبيبات الخشنة، انفصال ما بين الحبيبات الخشنة التي تنزل على أسفل والحبيبات الناعمة التي تطفو على السطح. طيب يعني الانفصال ده، في انفصال ما بين الحبيبات الخشنة، لو كانت ناعمة ما كانش حصل فيها انفصال، عشان خاطر طبعا عشان هي خاطر الحبيبات اللي عندي خشنة بيحصل فيها انفصال دائم. طيب الانفصال ده بيحصل عندي ما بين ما بين الحبيبات الناعمة اللي بتطفو على السطح بتنزل لأسفل لأسفل الحبيبات الناعمة اللي بتطفو على السطح. تمام، طبعا بيقول لك ان هو لابد من العمل على عدم حصول الانفصال الحبيبي، لانه بيحصل عن او بينتج عنه سلبيات كبيره جدا بتاثر على خواص الخرسانه. تمام، وبينتج عن هذا الانفصال في بعض الخلطات، في بعض الخلاطات الفقيرة بالأسمنت والجافة، وبرضه بيحدث ذلك في الخلاطات المبتلة، يعني في الخلاطات اللي بيصيبها امتصاص ماء بنسبة كبيرة جدا. طيب عايز أعرف أنا دلوقتي بقى خواص الخرسانة المتسلطة، اللي هي عندي خواص الخرسانة المتصلبة أو اللي بتديني صلابة عموما، ما هي دي لها خواص ودي ليها خواص. تمام، طيب نتكلم بقى عن خواص الخرسانة المتسلطة. أنا عندي مقاومة الضغط للخرسانة المتسلطة هي من أهم الخواص عندي على الإطلاق. تمام، يبقى مقاومة الضغط اللي عندي في الخرسانة المتسلطة دي تعتبر عندي أهم خواص الخرسانة المتسلطة. طبعا درجة جودتها وصلاحيتها بتعبر عنها، الدرجة بتاعتها وجودتها والصلاحية بتاعتها، أكيد إحنا بنقول خرسانة متسلطة، بالتالي إن درجة الجودة والصلاحية للخرسانة المتسلطة هتبقى كبيرة. طيب مقاومة الضغط ديت بيقولك إن هي المقاومة الأم للخرسانة، يعني هي الأس عندي نمبر 1 للخرسانة. تمام، معظم الخواص والمقاومات اللي عندي زي مثلا الشد والانحناء والقص والتماسك دي كلها حاجات بتتحسن وبتزيد بزيادة مقاومة الضغط. يعني أنا عندي الخواص والمقاومات اللي بتبقى موجودة عندي في الخرسانة، زي ايه الخواص دي؟ زي الشد والقص والتماسك، تماسك الحبيبات أو تماسك الخرسانة، الحاجات دي كلها طبعا كل ده مع حديد التسليح، عشان احنا قلنا ليه قص والانحناء، كل ده بيدخل مع حديد التسليح الخرسانة، كل ده بيتحسن مع مرور الوقت ومرور الزمن وبيزداد بزيادة مقاومة الضغط. تمام، ده كله برضو ملكوش دعوة بيه، ملكوش دعوة بيه، مش عايزينه. أنا عندي مقاومة الشد، مقاومة الشد دي من المعروف إن الخرسانة العادية اللي هي طبعا بدون تسليح ما فيهاش حديد ما بتقاومش قوي الشد اللي بنكون احنا عايزينه، مقاومتها للشد بتكون صغيرة، مقاومتها للشد عندي بتكون صغيرة بالنسبة لمقاومتها للضغط. يعني أنا عندي مقاومة الشد بتاعتها بالنسبة لمقاومة الضغط بتكون صغيرة. طبعا عشان كده مقاومة الشد بيكون ليها أهمية كبيرة جدا، يجب أخذها في الاعتبار، لأن حدوث التشققات اللي عندي في الخلطة الخرسانية بيحصل عنه نتيجة ضعف أو عدم مقاومة للخرسانة اللي عندي. تمام، طبعا بيحصل عندي تشققات نتيجة انكماش بالجفاف. مقاومة الخرسانة اللي عندي بتتراوح ما بين 7 و10% من مقاومة الضغط. تمام، يبقى أنا عندي مقاومة الخرسانة للشد بتتراوح ما بين كام وكام؟ بتتراوح ما بين 7 و10% من مقاومة الضغط. طبعا إجراء الاختبار للشد بالخرسانة بينقسم لقسمين، في حاجة اسمها عندي طريقة اختبار الشد المباشر اللي هو اسمه دايركت تنسل تيست، وفي حاجة اسمها عندي طريقة اختبار الشد الغير مباشر اللي هو اسمه ان دايركت تنسل تيست.
طيب ايه هو ده وايه هو ده، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ لا طبعا في فرق ما بين الاثنين. طريقه اختبار الشد المباشر عندي اللي هو الدايركت تيست دوت، الكسر العينه بتاعته او كسر الشد بتاعته بيكون ناتج من تاثير شد مؤثر من ماكينه الاختبار مباشر مباشر. طبعا انا عندي الاختبارات اللي احنا بنجريها للشد ده طبعا لصعوبة تثبيت عينات الاختبار ما بين كابلات او ما بين كابلات الماكينة ذات نفسها. تمام اهي انا عندي هي الماكينة اللي عندي. تمام ده اسمه طريقة اجراء الشد المباشر. تمام طيب دي شكل الماكينة اللي عندي اللي انا بتكلم عليها، شكل الماكينة اللي هو دي الماكينة اللي احنا بنعمل عليها حاجة اسمها طريقة اختبار الشد للخلطة الخرسانية بتاعتي، بنشوف ان الخلطة الخرسانية بتاعتي هتشد ولا لا، هتشد معايا او لا. تمام في حاجة اسمها عندي طريقة اختبار الشد الغير مباشر. اكثر الطرق المستخدمة طبعا هي الطرق البرازيلية. الطرق البرازيلية بتكون العينة بتاعتي في شكل اسطوانة، القطر بتاعها بيكون 15 سنتي والطول بتاعها بيكون 30 سنتي. تمام طبعا هوضح لكم دلوقتي عينة الاختبار اللي هو في الشد الغير مباشر، هوريكم رأس الماكينة فين والوضع الأفقي بتاعها فين. طبعا بيقول ان هو بتوضع على جانبيها شريحتين من الخشب بعرض 2 سنتي. تمام اهوت، تمام ده الشكل بتاعي. تمام ده الشكل، دي اسطوانة الشد البرازيلي اللي احنا بنعمل عليها اختبار الشد الغير مباشر. تمام طبعا القطر بتاعها زي ما قلنا احنا 15 سنتي متر والطول بتاعها 30 سنتي، بيكون على رأسها وضع أفق على جانبيها شريحتين من الخشب. القطر بتاعها عندي هو 15 سنتي. تمام زي ما احنا ما شايفين. تمام وعندي الطول بتاعها 10، الطول بتاعها 10 10 سنتي، وبيقول لك على جانبيها شريحتين من الخشب، ادي شريحتين اهوت على شكل دائري زي ما هو قال لي، وقال لي على هيئة اسطوانة اهي، على هيئة اسطوانة الشكل عندي اسطوانة الشد البرازيلي. تمام طبعا المقاومة الشد الغير مباشر ده القانون بتاعها عندي اللي هو اسمه حمل اقصى على محيط الاسطوانة في طولها. تمام مش عايزين القانون ده في حاجة. أنا عندي مقاومة الانحناء، مقاومة الانحناء عندي هي مقاومة الشد بسبب الانحناء. أنا عندي هي مقاومة الشد بسبب الانحناء. بتتولد الإجهادات دايما طبعا في الخرسانات المسلحة نتيجة تحميل في اتجاه عمودي على محور العنصر الخرساني، زي مثلا لما بنيجي نحمل البلاطات على البلاطات على الكمرات بتسبب لي عندي أحمال عمودية على طول محور الكمرة نفسها. تمام طبعا الخرسانة بتاعتي بتبقى ضعيفة شوية في تحمل تلك الإجهادات، طبعا المتحملة كل الإجهادات دي فهيحصل عندي ضعف شوية في الخرسانة اللي موجودة عندي. مقاومة الانحناء اللي عندي بتعد من 12 ل 25% مقاومة الضغط. طبعا المقاومة بتاعتي بتزيد عن كده، بتزيد للشدة الخرسانية من 60 ل 100%. تمام انا هو عندي اختبار هو الانحناء عند تحميل الكاميرا عند نقطة واحدة، كان عندي البلاطات اهيت وعندي الكاميرا. تمام عندي هي تحملين على مسافات متوازية. تمام مقاومة القص، طبعا مقاومة القص عندي في حدود 10 ل 12% من مقاومة الضغط، هي أكبر من مقاومة الشد بحوالي 20 ل 30%. هي فعلا صح مقاومة القص عندي من 10 ل 12%، بس هي أكبر المقاومة بتاعتها أكبر بحوالي 20 ل 30% عموما. طبعا لضعف الخرسانة لإجهادات تضعف الخرسانة لإجهادات القص. الخرسانة لما بتيجي تضعف في إجهادات القص بنوضع حديد تسليح عشان يحمل حديد عشان يحمل الإجهادات دي كلها. احنا بنركب حديد تسليح في الكمرات اللي عندي عشان الخرسانة ما تقعش كلها، لا حديد التسليح ده هو كمان بياخد حمل كبير جدا، يعني الخرسانة كلها هي اللي مش هتحمل عندي، الكمرات كلها مش هتحمل عندي الخلاطات دي كلها والخرسانة دي كلها، لا ده لا طبعا دي تقع. فعشان كده احنا بنحط حديد تسليح عشان
يحمل الإجهادات دي كلها. تمام، في حاجة اسمها عندي مقاومة التماسك ما بين الخرسانة وحديد التسليح. طبعا مقاومة التماسك دي هي مقاومة الخرسانة للانزلاق بين أسياخ التسليح والملتصقة بالخرسانة. طيب دي بتبقى تحت تأثير أحمال مؤثرة على المنشأ الخرساني، طبعا بتبقى مؤثرة جدا لأحمال المنشأ الخرساني اللي عندي. تمام، طبعا المقاومة بتاعته بتكون متماسكة جدا من التصاق خرساني وحديد تسليح. تمام، مش عايزين ده، مش عايزين ده. تمام، عايزين بس نتكلم هنا عن نفاذية الخرسانة. النفاذية دي بيقولك هي خاصية يتم بواسطتها يمكن تسرب أي سائل خلال الخرسانة. النفاذية دي نفاذية الخرسانة، ممكن أي شيء يتم تسريبه من خلال النفاذ دوت. يعني انا لو عندي لو اي فراغات حصلت في الخرسانه اللي عندي، سربت ماء، سربت خرسانات، الحاجات دي كلها مهمه في الخرسانه وبتحصل عندي في المنشآت المائيه، زي مثلا الصهاريج، الخزانات، السدود، المواسير، الكباري، المواني، الحاجات دي كلها بيحصل عندي النفاذات دي كلها والتسريبات دي كلها بتحصل عندي. فعشان كده عندي كلما زادت كثافه الخرسانه قلت نفاذيتها. عندي الخرسانه لما بزود الكثافه بتاعتها في الصبه او في المكان او في المنشآت المائيه زي الصهاريج، زي المواسير، زي الكباري اللي احنا لسه قايلين، زي السدود اللي احنا لسه قايلين عليها، لو زودنا كثافه الخرسانه اللي فيها الكثافه بتاعتها هتقل شويه، لان زياده الكثافه طبعا في الخرسانه بتقلل لي وجود الفراغات اللي بتبقى موجوده في الخرسانه اللي عندي. يعني كثافه الخرسانه اللي بتبقى موجوده عندي كلما زادت كثافه الخرسانه بتقل نفاذيتها. يعني ايه؟ بتقل تسريب الحاجات اللي فيها او بتقل الفراغات اللي فيها، لان زياده الكثافه دي بتقل طبعا على بتقلل لي وجود الفراغات الداخليه اللي موجوده في الخرسانه. تمام، طبعا دي مش هنكمل فيها او مش عايزينها عموما الحاجات دي كلها، لا مش عايزينها. انا عندي في حاجه اسمها عناصر مؤثره في مقاومه الخرسانه. ايه هي العناصر المؤثره في مقاومه الخرسانه دي؟ انا عندي في حاجه اسمها مكونات الخرسانه، في حاجه اسمها عندي الاسمنت، في حاجه اسمها عندي الركام الناعم والخشن، في الماء، المواد المضافه، الحاجات دي احنا كلها احنا سائلينها. طبعا العناصر اللي بتاثر في مقاومه الخرسانه، يعني اللي بتخلي مقاومه الخرسانه عندي عاليه، منها ايه؟ منها الاسمنت. الاسمنت عندي التركيب الكيميائي بتاعه ايه؟ صوديوم، بوتاسيوم، الحاجات دي كلها ايه داخل التركيب الكيميائي اللي عندي؟ ناعم، خشن. طبعا النعومه مطلوبه جدا جدا في الاسمنت، واكثر انواع انا بستخدمها فيه هو الاسمنت الناعم. طبعا الركام الناعم والخشن بيديني متانة للحجارة. الأسمنت، الركام الناعم والخشن بيديني متانة جيدة جدا لنسبة الخرسانة اللي عندي، اللي هو الرمل عموما الناعم، بالذات خصوصا الرمل الناعم او الخشن، خصوصا الرمل الناعم. تمام، طبعا الماء، الماء اللي عندي التركيب الكيميائي اللي داخل فيها ايه؟ مع خاليه من الشوائب ولا مش خاليه من الشوائب؟ نسبه الماء الاسمنت هتنضاف لقد ايه؟ المواد المضافه عندي اللي احنا بنضيفها عشان خاطر زي ما احنا اتكلمنا فوق في الاول قبل كده ان هي ممكن تديني عمليه تعجيل للشكل الخرسانة اللي عندي، بتعمل لي عملية بطء مثلا لزمن الشكل الابتدائي والنهائي أو بتعجلها لي، بتعمل لي عملية تسريع لزمن الشكل أو الشكل الابتدائي والنهائي في الخرسانة اللي عندي. في تفاعلات كيميائية هي اللي بتفرق لي في الحاجات دي. تمام، طبعا في حاجه اسمها ظروف التجربه. ظروف التجربه دي اللي هي شكل ومقاسات العينه ونسبه الرطوبه اللي فيها وطريقه تحميل الخرسانه، تجربه الخرسانه اللي عندي، يعني تجربه المونه او المونه الاسمنتيه او الخلطه الخرسانيه اللي عندي، حراره العينه اللي انا بستخدمها او حراره المعالجه الخرسانيه اللي عندي بتبقى مرتفعه ولا بتبقى منخفضه ولا بتبقى متوسطه ولا ايه نظامها بالظبط. المعالجه، معالجه الخرسانه اللي عندي وقتها بيبقى قد ايه، والوقت والزمن اللي بيمر فيها قد ايه، بقعد اعمل فيها قد ايه، وبتقعد بعد المعالجه دي قد ايه؟ شهر، اتنين، ما تكملش مثلا اسبوع او اسبوعين. الحراره بتاعتها طبعا او الرطوبه مرتفعه، منخفضه، متوسطه، زي ما احنا لسه متكلمين في الاول فوق في المعالجه. طريقه التحضير اللي عندي، طريقه تحضير الخرسانه نفسها، لما اجي بحضر الخرسانه او الخلطه الخرسانيه نفسها، مكونات الخلطه اللي عندي،
عندي ايه، ميه، زلط، رمل، اسمنت، هضيف حديد مثلا في الخلطه الخرسانيه لو انا هعمل الكمرات، او الخرسانه اللي صب الخرسانه اللي عندي دي هعملها في السقف عندي في الكمرات. لازم طبعا اضيف حديد، تبقى خرسانه مسلحه. الحاجات دي كلها عندي بتفرق طبعا في مكونات الخلطه، طريقه الخلط بتاعها بيبقى ازاي، الدمج والهز، دمج الخرسانه، طريقه الوضع او الصب. تمام. طبعا طريقه الوضع والصب في الخرسانه، لما انا اجي اصب بقى هيبقى النظام ايه، لما انا اجي اصب في اصب الخرسانه بتاعتي سقف مثلا، هعمل دور اتنين تلاته، هصب ازاي، ايه هي الخطوات اللي انا هعملها. طريقه التحضير عندي بتفرق في الحاجات دي. تمام. طبعا هنكتفي النهارده بالمحاضره ديت، هنكتفي المحاضره دي بالحاجات اللي احنا قلناها، الحاجات اللي احنا شرحناها ديت. يا رب بس تتفهم كويس، اسمعوها مره واتنين وتلاته. تمام. وبإذن الله تفهموها كويس جدا جدا جدا، ما فيهاش أي حاجة صعبة. وبإذن الله الامتحان هيكون سهل وما تخافوش، يعني بإذن الله خير يعني. تمام. يلا اشوفكم على خير بقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.